النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية المتقطعة لهذا اليوم، والتي تشير إلى تواجد كميات من السحب والغيوم التي عبرت أجواء المملكة خلال ساعات الليلة الماضية وصباح هذا اليوم، وتحديدا المناطق الشمالية من المملكة التي تعرضت لكميات وافرة من السحب وتتالي كبير في كمياتها، جلبت كميات ممتازة ووفيرة جدا من الأمطار. بعض السحب أيضا أثرت على أجزاء من المناطق الوسطى خلال ساعات ما بعد منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، جلبت أيضا بعض الكميات من الأمطار لفترات وجيزة ولكنها كانت غزيرة في بعض المناطق. مع ساعات ما بعد ظهر هذا اليوم بدأت هذه الغيوم بالتلاشي التدريجي وتناقصت في العديد من المناطق، ويتوقع استمرار هذا الأمر وتناقص السحب خلال يعني الـ 24 ساعة القادمة، وذلك نتيجة وقوع المملكة في حالة من الاستقرار الجوي على الأقل تمتد لعدة أيام. نستعرض سويا كميات الأمطار التي سجلت في بعض محطات الرصد الجوي المتاحة في المملكة حتى ساعات صباح هذا اليوم. كما نلاحظ إربد كانت الأعلى هطولا في الشمال، أو عموم المناطق الشمالية كانت هي الأعلى هطولا، وصلت في إربد 23 ملم، كذلك أمر هو في جرش، بينما كانت في عجلون حوالي 20 ملم. في المناطق الوسطى سجلت في شرقي العاصمة عمان 7 مليمترات، 9 مليمترات في غربي العاصمة عمان، في البلقاء 5 مليمتر، وفي الزرقاء 5 مليمتر، وفي المفرق 5 مليمتر، ولكن في جنوبي العاصمة عمان تأثرت بسحابة ركامية رعدية فجر هذا اليوم لفترة طويلة نوعا ما، جلبت معها تقريبا 14 مليمتر. في منطقة أو في محافظة مأدبة 7 مليمترات، في الكرك 3 مليمتر، وفي المناطق البادية الجنوبية والشرقية إجمالا لم تشهد أمطارا بان تأثر المملكة بهذه الحالة الجوية، في حين أن مرتفعات جنوب غرب المملكة تأثرت ببعض الزخات من الأمطار وتراوحت بها كميات أمطار عدة مليمترات، لكن يعتقد أنها محلياً في بعض مناطق ربما تجاوزت ذلك، مثلاً في وادي موسى، وبعض مناطق تأثرت ببعض السحب الركامية خلال ساعات نهار أو مساء يوم أمس الجمعة. عودة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هناك تراجع واضح في درجات الحرارة، يتصادف أيضا مع تراجع في فرص الهطول. درجات الحرارة هذه الليلة منخفضة، سنشعر بالأجواء الباردة، كما تلاحظون الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان 8 درجات مئوية والرطوبة مرتفعة 93%، هناك أجواء رطبة وقد يتشكل الضباب في بعض المناطق سيما في مناطق السهول الشرقية في ساعات ما بعد منتصف الليل. غدا يطرأ ارتفاع لكن يوصف بأنه قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غدا خريفية مائلة للبرودة في العديد من المناطق مع ظهور بعض السحب والغيوم، ولكن الأجواء عموما مستقرة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة، والتي نبدأها شمالا من محافظة إربد تكون من 20 إلى 10 درجات مئوية، في جرش 20 إلى 10 درجات أيضا، في عجلون من 18 إلى 10 درجات مئوية، وتكون في المفرق من تقريبا 19 إلى 8 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة تكون في العاصمة عمان من 16 إلى 10، كما نلاحظ درجات حرارة دون المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. في السلط من 17 إلى 12، في مأدبة من 18 إلى 8 درجات مئوية، في البحر الميت ترتفع العظمى إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار وتهبط الصغرى إلى 15 درجة مئوية، في حين تكون في الزرقاء من 20 درجة مئوية في ساعات النهار و8 درجات مئوية في ساعات الليل. في معان من 17 إلى 5 درجات مئوية، في الطفيلة من 14 إلى 10، وفي الكرك من 15 درجة مئوية في ساعات النهار وتهبط الصغرى ليلا إلى 7 درجات مئوية، في جبال الشرة تكون من 14 درجة مئوية العظمى والصغرى 8 درجات، في حين تكون في خليج العقبة درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية في ساعات النهار و15 درجة مئوية في ساعات الليل. البادية الشرقية والمناطق الشرقية تكون في أرويشد من 18 إلى 8، في الصفاوي ترتفع العظمى إلى 19 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 6 درجات، في حين تكون في الأزرق من 20 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى تقريبا 7 درجات مئوية كما نلاحظ، وهناك تراجع في درجات الحرارة
في مناطق البادية بشكل واضح عما كان عليه في الليالي الماضية، وبالتالي نشعر بأن الأجواء تكون باردة بشكل عام في هذه المناطق، مناطق البادية الجنوبية والشرقية. دعونا نتعرف أيضا قبل الختام على توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة وكيف ستحمل معها الأجواء في المملكة. إذن كما نلاحظ يوم الأحد 16 إلى 10 درجات مئوية، ارتفاع متوقع درجات حرارة يوم الاثنين 18 نهارا 10 درجات مئوية ليلا، في حين تكون 17 إلى 11 يوم الثلاثاء. توقع وجود منخفض جوي أو ربما نستطيع القول حالة جوية جديدة مرتقبة مطرية خلال نهاية هذا الأسبوع، تفاصيل أكثر عنها في نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية التي بثت في وقت سابق من هذا اليوم، تجدونها عبر قنواتنا على اليوتيوب أو على عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دائما للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق تقس العرب أو زيارتنا عبر arabiaweather.com موقعنا الإلكتروني، أو حتى متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. دمتم بخير، إلى اللقاء.